فينا الكلام واحد من الحتت البسيطة جدا في الجسم، بالرغم ان في ليجنز كتيرة قوي، لكن التشخيص سهل جدا بالنسبة للديفرنشال دايجنوز. فاحنا هنتفق على قاعدة بسيطة قوي ان شاء الله تسلك لك كل الامور بتاعت الادرينال جلاند. فاحنا الاول عارفين ان كلمة ادرينال، اد يعني جنب ورينال يعني كدني، يعني الجلاند التي تقع جنب الكدني. الادرينال جلاند is a retroperitoneal structure موجود anterior وsuperior to the kidney، وهو normal configuration بتاعه بيبقى عامل زي الثمانية اللي بالعربي او زي الانفيرتد وال، بيبقى ليه stem وليه medial limb وليه lateral limb. والادرينال جلاند زي ما انتم عارفين عبارة عن كورتكس ومظلة، والمظلة هي المسؤولة عن الأدرينالين والنور أدرينالين. والكورتكس فيها ثلاثة ليرز اللي هم مسؤولين عن الكورتيزون وبعيد والأندروجينز والحاجات دي. المهم اللي بيهمنا احنا ان النورمال ابيرنس اوف ذا ادرينال جلاند بيبقى عامل زي الانفيرتد واي او زي الثمانية اللي بالعربي. الزونة جرانيروزا اللي هي بتفرز الالدوسترون، والزونة فاسيكيولاتا اللي هي بتفرز الكورتيزون، والزونة ريتيكولاريس اللي هي بتفرز الاندروجين، والمظلة هي المسؤولة عن الكاتيكولامينز. هل في فحص مخصوص بالسي تي والام ار للادرينال جلاند؟ ايوه. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنجيب المريض نايمه على الترابيزه، نعمل سكانوجرام، بعد كده ناخد المقاطع بتاعه الابدومين من اول الديافرام لحد الايليان كرست. في الحته اللي فيها الادرينال جلاند بنحب ان احنا نبطئ المقاطع او نمشي ثين سلايسز من 2 ل 3 مللي، ونعمل بعد لما نخلص نعمل كورونال ريكونستراكشن، واذا كان ممكن تعمل سيجيتال كمان يجوز، لكن ما عملتش ما يجراش حاجه. هل انت محتاج تحن صبغه في الادرينال جلاند؟ ايوه بشدة، محتاج تحن صبغة بشدة عشان تقدر تفرق الـ different lesions من بعضهم. The normal appearance of the adrenal gland اللي هي دي the inverted wall. والـ adrenal gland بتتشاف برضو في الكورونا above the upper bone of the kidney. والـ adrenal gland مش هتتشاف إلا لو كان في retroperitoneal fat. يعني واحد جسمه مليان شوية علشان تلاقي الفات موجود فتشوف الادرينال جلاند، لكن في الاطفال والناس الرفيعين ما بيكونش فيه فات، فبتكون الادرينال جلاند لازق في اللي جنبه سواء كان البنكرياس او السبلين او الليفر. طيب في الام ار نفس المنظر نفس الكونفجريشن، المثلث اللي هو اندريترو بريتونيوم والفات اللي حواليه. And this is the left adrenal gland وديت the right adrenal gland. ودوت MRI T1 post contrast وفي fat suppression. Then you see the adrenal gland عايمة في وسط الفات اللي هو suppressed. بص بقى الماسز اللي في الادرينال جلاند بالهبل، لكن التشخيص منحصر في اثنين فقط بس هما اللي انت محتاج تفرق ما بينهم بالاشعه. فاحنا عندنا ادرينال ماسز زي الادينوما والفيبروموسايتوما والكارسينوما والميتاستاسيز والليمفوما والمايلولايبوما، وعندنا ادرينال هايبربليزيا، وعندنا سيستات بتطلع في الادرينال جلاند وفي هيمريج وفي انفكشن. طيب احنا عندنا في الادرينال جلاند الادينوما في منها نوعين، حاجة اسمها regular adenoma أو ليها اسم تاني اسمه lipid rich adenoma، يعني الأدينوما التي تحتوي على كمية ضخمة جدا من الفات، ولكن هذا الفات ليس لا يرى بالعين المجردة. This fat is microscopic fat. lipid rich adenoma وفي lipid poor adenoma وفي اي حاجه تانية اللي هي بقيه الحاجات بقى
كارسينوما والميتاستاسيس ومش عارف مين والكلام ده كله. دي تقريبا خلاصه المحاضره كلها، اللي هو ازاي تفرق الادرينال ماسز من بعضه. اول حاجه من غير صبغه لازم يكون في سي تي من غير صبغه، وتقيس الدنسيتي بتاعه الماس اللي انت شايفها في الادرينال جلاند. لو كانت الدنسيتي اقل من 10 اونس فيلد يونت، يعني 10 8 9 3 0 ناقص 1 ناقص 10، كل الكلام دوت في صالح الادينوما اللي هي ليبيد ريتش. طيب افرض اكتر من ناقص 10، يعني ناقص 20 30 40، ده فات صافي جوه الادرينال جلاند، وده اللي احنا بنسميه مايلو لايبوم. مايلو لايبوم الفات اللي في الكدني اسمه انجيو مايو لايبوم، لكن الفات اللي في الادرينال جلاند اسمه مايلو لايبوما، وده فات بينشاف بالعين المجرد. طيب افرض الدنسيتي اكتر من 10 هانس في اليونت، يبقى معنى كده ان انت مش في الحته دي اللي هي الليبيد ريتش ادينوما. يبقى انت عندك واحد من اثنين، يا اما تكون ليبيد بور يعني ادينوما برضو بس الليبيد اللي فيها قليل، يا اما تكون اي حاجه تانية. اي حاجه تانية يعني ايه؟ يعني في كروموسايتوم، ادرينو كورتيكال كارسينوما، ميتاستاسيس، ليمفوما، رورورو، قول زي ما انت عارف. طيب ايه بقى اللي هيفصل دي من دي؟ لانك انت ليبت بور ادينوما وليبت ريتش ادينوما هتستهدى بالله خلاص، يعني مش هتعمل حاجه. دول هما الاثنين دول حاجات بناين وما بتتحولش مالجنه وما لهمش اي علاقه بحاله المريض، تذكر. اما الثاني لا، مش هتذكر. الثاني لازم تعمل اجراءات بقى وجاي توصل للبيوبسي والكلام زي ما احنا هنشوف. طيب اول كرايتيريا في الليمت ريتش ايه؟ انا قلتها لك دلوقتي ان الدنسيتي بتاعتها من اقل من 10 خلاص، وفي ناس بيقولوا كده من زائد 10 لناقص 10، من زائد 10 لناقص 10، ديت اول كرايتيريا. طيب الكرايتيريا الثانيه، لو انت فاكر في الجي اي تي قلت لك في حاجه اسمها اوت اوف فيز ايمج، والاوت اوف فيز مخصوص عشان الفات الميكروسكوبيك. فلما تعمل تي 1 عاديه تلاقي الادرينال جلاند كده، لما تعمل تي 1 اوت اوف فيز تتخفز تسود، يعني معنى كده حصل سبريشن، يعني معنى كده ان فيها فات، يعني معنى كده ان هي ليبت ريتش. يبقى كام كرايتيريا لحد دلوقتي؟ اثنين. اول حاجه الدنسيتي في الوزاوت ان هي من زائد 10 ناقص 10. الحاجة الثانية إنك في الـ MR T1 out of phase تسود. خلاص كده؟ طيب. الحاجة الثالثة إنك لما تحن صبغة الأدرينال جلاند بتاخد الصبغة. أي ماس في الأدرينال جلاند بتاخد الصبغة. خلاص؟ بس أنا ما يهمنيش الصبغة اللي خدتها، أنا يهمني بعد 10 دقايق الصبغه استنت ولا فضت؟ الصبغه استنت ولا فضت؟ علشان اقول ديت ليبت ريتش ادينوما بعمل وزاوت واقيس الدنسيتي، وبعدين احن صبغه واقيس الدنسيتي، وبعدين استنى 10 دقائق واقيس الدنسيتي. في الوزاوت الدنسيتي هتكون كام؟ زائد 10 لناقص 10. بعد لما حقنت الصبغه الدنسيتي هتكون كام؟ براحتك. خلاص؟ لكن ال 10 دقائق لازم الدنسيتي تقل عن الصبغه اكتر من 60%. معايا؟ يعني بمعنى تاني انا قست الدنسيتي بعد لما حقنت الصبغه لقيتها 100. خلاص؟ يبقى عشان دي تبقى ليبد ريتش لما اقيس بعد 10 دقائق تطلع كام؟ 40. خلاص؟ بس كده، هو ده الايه الكرايتيريا. فانت اول حاجه في السي تي من غير صبغه الدنسيتي من زائد 10 لناقص 10، بعد الصبغه اللي بعد الصبغه على طول مش مهم، اللي مهم هو ال 10 دقائق تقل الانهانسمنت بنسبه 60% او اكتر طبعا. ولو عملت الام ار اي
T1 و T2 ولا حاجة، لكن المهم T1 out of phase. فلما تلاقي في T1 out of phase الليشن اتخفس كده، تعرف ان دوت ايه؟ ليميت بريتش. نعم. لا، الميكروسكوبيك فات فقط، الفات الذي لا يرى بالعين المجرد. خلاص. طيب انت هتسال نفسك سؤال، ليه الفرق ده والحرق عشان اقول ديت ليبيد ريتش؟ علشان قاعده مهمه جدا 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 في الادرينال جلاند. انت عارف القاعده اللي بتقول اي واحد عنده برايمري مالجنسي وعنده اي ليجن تاني يبقى متاثر ما عدا الادرينال جلاند، ما عدا الادرينال جلاند. هتلاقي واحد عنده برايمري مالجنسي وعنده ماس في الادرينال جلاند، تفرك وتحرق، تعمل وزود وتقيس الدنس وتحقن سبعه وتقيس الدنس وتستنى 10 دقايق وتقيس الدنس، لو طلعت ليبيد ريتش تسكت. This is not metastatic deposit. تسكت. وده احد الاماكن ان لم يكن هو الوحيد اللي العيان عنده برايمري مالجنسي وانت بتقول لا دي مش متاستاتيك. مفهوم؟ دي نقطة مهمة على فكرة. إن إحنا أيام زمان كان بيجي لنا مثلا حد عنده برايمري مالجنسي بالذات البروكوجينيك وهي بتستسايز في الأدرينال جلاند، فتلاقي ليجن كده يقول لك لا 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 ده شكله زي السيست كده، كنا زمان بنسميه انسيدنتالي نوم، يعني انسيدنتالي فاوند ليجن إن ذا سوبرينال جلاند. دلوقتي ما اسموش كده، دلوقتي اسمه ليبيد ريتش أدينوم. يبقى اذا كم كرايتيريا عشان تشخص بيهم ليبيد ريتش؟ ثلاثة. أول حاجة في الويزاوت كونتراست الدنسيتي زائد 10 بناقص 10. في الويز كونتراست مالناش دعوة بالدنسيتي، لكن بعد 10 دقايق لازم الانهانسمنت يقل ب 60%، وفي الام ار في تي 1 اوت اوف فيز لازم الجلاند ايه؟ تتخفس السيجنال بتاعتها وتسبق. هم دولت البروف. فانت عندك هنا ادي ادرينال جلاند من غير صبغه 6 هاونس فيلد يونت، يعني صح من 10 ل 10، وبعد الصبغه 60 اللي مالناش دعوه بيه، بعد 10 دقائق 27. خلاص. يبقى اذا اكتر من النص، خلينا نتكلم على اكتر من النص، اكتر من النص حصل دروب للانهانسمنت، يبقى ده هو الايه؟ ليبيد ريتش ادينوم. طيب ده هو بقى واحد عنده رينال سيل كارسينوما عامل نفريكتوم، طلع عنده ماس ان ذا سوبر رينال جلاند، لو طلعت دهيت بالميجرمنت ليبيد ريتش ولا كان في حاجه، تعتبر ملهاش دعوه خالص بالميتاستاسيس. وده اللي طلع فعلا كده، انها بتقيس في الويزاوت كونتراست ناقص 4.5، يعني في الرينج اللي هو من زائد 10 لحد ايه؟ لحد ناقص 10. And this is the lesion in the left suprarenal gland. وفي الاوت اوف فيز الليجن اسود. يبقى خلاص انتهى الموضوع كده بالنسبه لك. And this is limit reach adenoma. ممكن قبل الصبغه يبقى هو ده اللي احنا جايين دلوقتي. ماشي؟ طيب. يبقى احنا قلنا في كام ادينوما؟ ما حدش يتكلم مع اللي ورا. في كام ادينوما؟ ولا اللي جنبه طبعا، ولا اللي قدامه. طيب. في واحدة اسمها ليبيد ريتش، وفي واحدة اسمها ايه؟ ليبيد بور. طيب. ليبيد بور يعني الدنسيتي من 10 ل 10 ولا أعلى؟ اعلى. ما هي ما فيهاش فات، الفات هو اللي بيوطي الدنس، يبقى الدنسيتي بتاعتها اعلى من 10. خلاص كده. طب ايه اللي هيخليها ادينوما؟ الوش اوت. يبقى انا جيت في الوزاوت كونتراست قست الدنسيتي لقيتها 18، رحت حقنت صبغه لقيت الدنسيتي 100، عملت بعد 10 دقائق لقيت الدنسيتي نزل 40، يبقى دوت اسمه ايه؟ ليبيد بور ادينوما. واحد عنده برايمري مالجنسي ليبيد بور ليبيد ريتش مفيش حاجه. خلاص معايا يا جماعه؟ فاهمين؟ نعم لو سمحت.
ما انا فاهم، ما انا قلت اقل من ناقص 10 يبقى مايلو لايبوما، ولسه احنا جايين لها دلوقتي. ده مش ادينوما خالص، يبقى مايلو لايبوما which is a benign lesion برضه في الجيب في السوبرانيال، هنجيله دلوقتي. والفات دوت اللي اقل من 10 هيتشاف في الستي از فات، وهيتشاف في الام ار از فات، مش محتاج اوت اوف فيز. نعم. هو التايم هيأثر على الشرط؟ اه مهم جدا التايمنج. 10 دقايق بالظبط. طيب بص هنا دوت من غير صبغه 23، ركز معايا وما تتكلمش مع اللي جنبك، خلاص من غير صبغه 23، بالصبغه بقى كام؟ 88. ماشي. طيب بعد 10 دقائق بقى كام؟ 43، يعني اكتر من النص ولا لا؟ اقل يعني من النص، نزل الصبغه للنص. ماشي. طيب بس هو في الاول الدنسيتي بتاعته اكتر من 10 ل 10، صح كده؟ يبقى ده هو اسمه ايه؟ ليبيد بور ادينوما، ليبيد بور ادينوما. طيب افرض بقى انت قست الدنسيتي ولقيتها في الوزاود اكتر من 10، يعني مثلا ده كده العيان ده عنده ليجن هنا والليجن دوت 45 هاونس في اليوم، يبقى لسه في احتمال ان دوت يكون ايه؟ ان هو يكون ليبت بول، صح؟ راح انت صبغه وقيس الدنستي واستنى 10 دقائق وقيس الدنستي لقيت ما حصلش هوش اوت، خلاص يبقى دوت مش ليبت بول، يبقى اي حاجه ثانيه ينفع، في كروموسايتوما يجوز، ادرينو كورتيكال كارسينوما يجوز، معرفش اندوسترونوما يجوز، نعم معرفش كوشنج ينفع، ميتاستاسيز اوكي، ليمفوما ينفع، هيموريج ينفع، اي حاجه ثانيه غير الاثنين الاولانيين ينفع. معايا يا جماعه؟ طيب شكل الميكروفون مش شغال صح؟ البطاريه ابتدت. طيب ايه بقى الديفرنشال دياجنوزس لوحده ولا ليبيد ريتش ولا ليبيد بور؟ هم دول الميتاستاسيز والليبيد بور، خلاص احنا خلصناها، والكارسينوما في كروموسيتوما معرفش مين الكلام ده كله. طيب نيجي ادرينا الجلان وفيها ماس، والماس ده هي ما هياش ليبيد ريتش ولا ليبيد بور، يبقى الادينوما خلاص احنا خلصناها، الميتاستاز والكارسينوما في كروموسيتوما كل الكلام دوت ان ذا ديفرنشال دايجنوز. طيب ازاي هتوصل للتشخيص؟ معظم الحاجات بالكلينيك، معظم الحاجات بالكلينيك، يعني في كروموسيتوما مش سامعين؟ طيب عاوزين نقول اسمك ايه دوت؟ البطاريه فضت. اوكي يبقى احنا عقبال بس ما نجيب البطاريه الجديده، يبقى احنا اتفقنا ان اما تلاقي ادرينال ماس وتعمل سي تي لازم يكون فيه من غير صبغه، ولازم يكون فيه بالصبغه، ولازم يكون فيه بعد 10 دقائق، خلاص. وبناء على هذه الفايندنجز بتقول اذا كنت بتتعامل مع ليبيد ريتش او ليبيد بور او واحده من بتوع الديفرنشال دايجنوز. فلو انت جيت على ادرينال جلاند زي دي كده وفي ماس والماس ده هي فيها كالسيفيكيشن، خلاص، فانت لما حقنت صبغه وعملت ما اعرفش ايه والكلام كده لقيتها مش ولا ريتش ولا بور، يبقى بقيه الحاجات الثانيه، بقيه الحاجات الثانيه اللي هي احنا قلناها الفيوكروموسايتوما بتتشخص بالهايبرتنشن بالكلينيكال يعني، والكاتيجو والفانيلاين مانديليك اسيد في اليورين وفي البلاد، والالدوسترونوما بتتشخص برضو بالكلينيكال، العيان عنده هايبرتنشن وعنده هايبوكاليميا، والكوشينج
بيتشخص برضو بالكلينيكال، مش عارف مون فيس بافلو هام ما اعرفش ايه اللي انا هوريه لك دلوقتي. طيب ما هياش واحد من الجماعه دول، يبقى مين اللي باقي؟ الكارسينوما والميتاستاسيس والليمفوما والليمفاكي، صح كده؟ هتعرف دولت ازاي؟ لو العيان عنده برايمري مالجنسي يبقى ديت ايه؟ ميتاستاسيس، بشرط انها ما تنفعش تكون ولا ليبد ريتش ولا ليبد بو. طب عيان عنده ليمفوما تبقى ديت ليمفوم، صح كده؟ طيب ما فيش حاجه بقى ولا ليمفوما ولا ميتاستاسيس ولا مش عارف مين، يبقى اذا الحل النهائي فيه البايوبسي، انك انت تاخد منها بايوبسي عشان تعرف دوت يطلع ايه. طيب يس ادرينال ادينوما هي اصلا بس فانكشننج ادينوما، يعني بتعمل بس نسبه قليله جدا. الادينوما الفانكشننج هي المسؤوله عن الكونز وعن المسؤوله عن الكوشنج، لكن جزء صغير من الادرينو كورتيكال كارسينوما بتعمل كوشنج وممكن تعمل كونز لو كانت فانكشننج، والادرينال هايبر بليزيا ممكن تعمل كده برضو نفس الحكايه، لكن الاصل في الكوش في الكونز والكوشنج هو الادينوما، ان يكون في ادينوما. الادينوما ديت ليبيد ريتش او ليبيد بور ما تفرقش، بس هي فانكشننج دلوقتي وهي اللي عملت السندروم بس، لا هتبقى ادينوما هي بتاعت الكوشن غالبا هتتشال مش هتاخد منها بايبس. طيب لا خالص خالص الكالسيوم ملوش علاقه خالص بالموضوع. فلو انت عندك المريض عنده الكلينيكال مانيفستيشنز اوف كون سيندروم وعنده ليجن ان ذا ادرينال جلاند، يبقى هو دوت الغالب السبب في الموضوع، ان هو ده this is a functioning adenoma وهي اللي عملت هذا السندروم. كونز دوت واحد اسمه جيروم كونز، واتولد سنة 1907 ومات سنة 94، وهو امريكان اندوكرينولوجيست، وهو اللي اكتشف الكونز ده واتسمى باسمه. والكونز عبارة عن هايبرتنشن وهايبوكاليميا، والسبب الرئيسي في 70% منه هو ادرينال ادينوم، لكن الهايبر بليزيا ممكن يعمل كده والكارسينوما ممكن تعمل كده بس مش بنسبة كبيرة. طيب امتى تشخص كونز سيندروم؟ لما يكون في كلينيكال يسمح بكده ويكون في ماس ان ذا ادرينال جلاند، يبقى هي دي غالبا الادينوما الفانكشننج اللي عملت الكلينيكال بتاع الكونز. طيب الكوشنج بقى نفس الحكايه، في ليجن ان ذا ادرينال جلاند، ان موست اوف ذا كيسز بيكون في ليجن في الادرينال جلاند، لكن البيتيوتري ممكن تعمل كوشنج، وكمان الادرينو كورتيكال كارسينوما ممكن تعمل كوشنج في 10%، وكمان الادرينال هايبر بليزيا ممكن يعمل كوشنج، لكن ال most of the cases بيكون في ليجن اللي هو بيطلع اي سي تي اتش، سواء كان في البيتيوتري او كان في الادرينال جلاند. فالناس اللي هم عندهم كوشنج دايما بيعمل ايميجنج للحتتين مع بعض، اللي هم البيتيوتري ومعاه الادرينال جلاند. And this is the lesion by MRI. T1 weighted image, T2 weighted image, and T1 post contrast. انت في الوقت دوت في الناس اللي عندها كوشنج مش عاوز تطلع ولا ليبيد ريتش ولا ليبيد بو. انت عاوز تطلع ماس بس في الادرينال جلاند علشان تقول ان هو ده السبب بتاع الكوشنج. وهذا هو الكوشنج. ادينوم. In most of the cases it is adenom. بس اشتغل؟ طيب. ما اشتغلش خالص. تساء. يمكن انت مش راكب البطارية كويس. لا. ما فيش حس ولا خبر. هو الأول كان أجدع من كده. نعم طيب شو طيب زمان كانوا بيحفظونا كوشنج، يقول لك كده اللي هم الجماعه دول
ترانكال اوبيزيتي يعني كرش بس ورجليه كويسه ودراعاته كويسه. بافالو هامب يعني متني كده من وين عند قفاه. مون فيس يعني وشه مدور ومحمر. وبعدين سكين بروزس اللي انت شايفهم دولت. وبعدين بيربل سترايا اللي هم برضو اللي انت شايفهم دولت. وهيرشتيزم يعني اماكن ما بيطلعش فيها شعر فيها شعر. دايابيتس هايبرتنشن في الستات ايريجولار منسز وايموشنال ديسترنس. بغض النظر لكن هو دوت الكوشنج. الكوشنج بيتعمل بكذا حاجه، بالبيتيوتري وبالادرينا، والادرينال بكذا حاجه، يا اما ادينوما يا اما هايبر بليزيا يا اما ادرينو كورتيكال كارسينوم. امتى تشخص ادرينال هايبر بليزيا؟ لما تكون الجلاند شكلها طبيعي، يعني عامله زي الثمانيه بس مزقلطه، يعني اتخن من الطبيعي شويه، ساعتها بنقول يعني دي الادرينال جلاند اليمين ودي الادرينال جلاند الشمال، بتحس انها زي الثمانيه لكنها از مور بروميننت. فكون ان في ادرينال هايبر بليزيا معناها ان في هايبر فانكشن، معناها ان ممكن تعمل اي واحد من الجماعه دولت اللي هو الكونز او الكوشين. فهنا مثلا this is the adrenal gland which is relatively prominent، لكن الليفت بروميننت على الاخر خالص. And this what we call adrenal hyperplasia. في الادينوما بيكون في كوره في مكان الادرينال جلاند. لكن في الهايبربليزيا الادرينال جلاند بتكون maintaining its configuration لكنها ادخن من الطبيعي. الديفرنشال دايجنوزس بتاع الادرينال جلاند لما تبقى ادخن من الطبيعي بس maintaining its configuration، ممكن الادينوما تعمل كده والهيموريج يعمل كده وستريس انديوز هايبربليزيا ونورمال ادرينال ايجينج. ودي نقطه ثانيه من ضمن النقط بتاعت الادرينال جلاند از ان اكسبشن. الادرينال جلاند ممكن يكون فيها ليجن والعيان عنده برايمري مالجنسي وما يتحسبش الليجن دوت ان هو ميتاستاس. كل الحاجات بتصغر مع السن يحصل فيها اتروفي الا الادرينال جلاند. الادرينال جلاند بتتخن مع السن، يعني البرين يحصل فيه انفوليوشن والبنكرياس يحصل فيه انفوليوشن وما اعرفش مين يحصل فيه، بس الادرينال جلاند مع السن بتكبر في الحجم، اسمها ايج نورمال ايج نورمال ايجنج في الادرينال جلاند. طيب ممكن الادرينال جلاند تكون نورمال سايز نورمال كونفيجريشن وتكون هايبر فانكشن، وده وظيفه رئيسيه للبيت سكان. بمعنى ان لو في حد عنده كوشنج وبعدين عملنا له سي تي او ام ار للبيتيوتري طلع نورمال، وبعدين عملنا له سي تي او ام ار للادرينال جلاند طلع نورمال، يبقى ساعتها تستخدم البيت علشان تشوف اذا كانت الادرينال جلاند هايبر فانكشننج ولا لا. وفي الوقت دوت دي الادرينال جلاند، يعني لو حد تحمل عليها شويه هيقول ان هي هايبر بلاستيك، لكن في الـ في الـ في البيت سكان واضح جدا الابتيك اللي فيها، بيبقى ان في انكريز ابتيك معناها ان هي هايبر بلاستيك. الفيلم دوت كتير بيجي في الامتحان اللي هو انك تلاقي الادرينال جلاند بروميننت شويه والفات اللي في البطن اكتر من الطبيعي والليفر كمان فاتي، فتعرف ان العيان دوت كوشنج. كوشنج هو بتاع الفات، الواحد اللي هو ملظلظ كده. يبقى ده ادرينال جلاند از بروميننت شكلها هايبر بلاستيك والفات اللي في البطن كتير والليفر از فاتي. Then you think of adrenal hyperplasia هي اللي عامله كوشنج. دي نعم. في معظم الاحيان بتكون بايلت. خلاص طيب كده كويس. على طول على طول. لا بص تاني بص تاني بص تاني بص تاني بص تاني.
اذا واحد عنده برايمري مالجنس وعنده ماس في الادرينال جلاند، ما تنفعش تكون ليبيد بور ولا ليبيد ريتش تبقى متاسف. خلاص نيجي بقى للفيوكروموسايتوما. الفيوكروموسايتوما بتشخص ازاي؟ ماس ذا ادرينال جلاند اند كلينيك، كلينيكال ومعاني الهايبرتنشن وفانيلايل مانتيليك اسيد في البلاد وفي اليورين. طيب then you see هنا هوت ماس ان ذا سوبرارينال جلاند، وده الكيدني وده الاي في سي وده الاورطة. الفيوكروموسايتوما عندها قاعده اسمها قاعده ال 10% اللي هو 10% بايلاترال، 10% مالجنا، 10% في الاطفال، 10% اوتسايد ذا ادرينال جلاند، 10% فاميليا، 10% ما عندهمش هايبرتنشن. يعني ممكن يكون في الادرينال جلاند ماس والمريض دوت ما عندوش هايبرتنشن، تاخد منها بايوبسي تطلع فيه كروموسوم. طيب ايه اللي بيخليك ترجح موضوع الفي كروموسايتوما؟ الهايبرتنشن والفانيلاين مانديليك اسيد. الكاتيكولامينز في اليورين دوت الاليفيتد، يعني السنسيتيفيتي بتاعته 97%، في البلاد السنسيتيفيتي بتاعته 99%. يعني اذا ان يو كان ريتش ذا دايجنوزس في كروموسايتوما من غير ما تعمل بايوبسي. لان الناس بتقول ده كلام، يعني انا شخصيا ما مش باثق فيه، وفي نفس الوقت جربته ولقيته مش صحيح، انك انت لما تاخد بايوبسي من الادرينال جلاند وهي في كروموسايتوما تعمل هايبرتنسيف كرايسيس، يعني تعمل السادن اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر اللي هو ممكن في سن معين يفرقع اي حاجه موجوده ويجيب سيربرال هيمرج ومش عارف ايه والكلام ده كله. اب تو ان بعض الناس بتقول حتى الناس اللي انت شاكك عندهم في كروموسايتوما ما تحقنهمش الصبغه، لان الصبغه ممكن تعمل هايبرتنسيف كرايسيس. بس احنا عملنا حالات كتيره ما حصلهمش كده، ومعظم الحاجات اللي موجوده في الليترشر اصلا محقونه صبغه. Then اذا الايت ماس ان ذا سوبرارينال جلاند and the vanillin mandelic acid عالي في اليورين، اليورين دوت لازم يكون اليورين بتاع 24 ساعة، ما يكونش يعني مرة كده خدت سامبل من اليورين، لازم يكون 24 ساعة. يبقى ده الكلام اللي مكتوب في الليترتشر، وانت ممكن تقوله في الشفوي بس تستحمل اللي هيجرى لك على حسب اللي بيمتحن. ان هو الانترافينوس كونتراست او البيوبسي ممكن يبقى كونترا انديكيتد علشان دوت ممكن يعمل hypertensive crisis. اذا احنا قلنا ان الفيو كروموسايتوما عندها 10% بايلاترال، عندها 10% بايلاترال. طيب الميتاستاسيس بايلاترال، والليمفوما بايلاترال، والفيو كروموسايتوما بايلاترال، والادرينو كورتيكال كارسينوما بايلاترال، كل دول ينفع يكونوا بايلاترال. يبقى اذا ايه هو العمل؟ انك انت تاخد لو ما فيش حاجه تسبورت التشخيص بتاع الفيو كروموسايتوما هايبرتنشن والكاتيكولامينز، تاخد بايوبسي عشان تكونفيرم ذا دايجنوستيك. ايام زمان في الام ار، مش زمان قوي يعني، كان في حاجه اسمها لايت بالب ساين، يعني في التي 2 تلاقي الادرينال جلاند منور قوي كده، اسمها لايت يعني من الضوء، يعني لايت بالب ساين. وكانوا بيقولوا ان ديت واحده من الساينز اللي هي في صالح في كروموسايتوما. دلوقتي لا، مش موجوده في صالح في كروموسايتوما. في كروموسايتوما از ا ماس ان ذا سوبرارينال جلاند، ما تنفعش تكون ليبيد بيتش ولا ليبيد بور وتدخل في الديفرنشال دايجنوستيك. والتشخيص معتمد على الكلينيكال ومعتمد على المعمل، انك انت تلاقي فانيلايل مانديليك اسيد، وهي دي اللي هي بيقولوا عليها ذا لايت بالب ساين، انك تلاقي الماس ان ذا ادرينال جلاند منوره اكتر من الطبيعي، وات از نوت ا بوستوب نمونيك ساين. نيجي بعد كده للادرينو كورتيكال كارسينوما، وديت ثالث واحده في الاكسبشنز بتاعه الادرينال جلاند. اول واحده ان يكون في ماس وواحد عنده برايمري مالينسي ما تكونش متاسس. ثاني واحده ان الادرينال جلاند بتكبر مع السن مش بتصغر مع السن. ثالث واحده ان دايما انا قلت لك اما يكون في طفل ما تشخصش كارسينوما، تشخص بقى بلاستوما ما اعرفش مين بتاع، ما عدا الادرينال جلاند. الكارسينوما معروفه في الاطفال، الادرينو كورتيكال كارسينوما من الماسز المعروفه في السوبرارينال جلاند ان ذا بيدياتريك ايج جروب.
الادرينو كورتيكال كارسينوما من اسمها كده بتارايز فروم ذا ادرينال كورتكس. اليوجوال الكارسينوما من الاحجام الفاخره، يعني مكتوب في الليترشر من 6 سم لحد 20 سم، بتبقى ماسس ضخمه جدا عند سوبرينال جلاند. والكارسينوما زيها زي بقيه الحاجات الثانيه ممكن تكون بايلاترال، وده مش وارد في معظم الحاجات الثانيه. يعني في الكيدني قلت لك لما يكون في تو ماسس تقول واحده برايمري والثانيه ميتاستاتيك منها، لكن في الادرينال جلاند لو في اثنين بتقول ان دي كارسينوما، ولو في واحده ثانيه هنا بتقول ان هي كارسينوما. And this is كارسينوما ومعاها ميتاستاتيك ديبوزيتس في الليفر ومعاها شويه اسايتس كده صغيره. هنا الادرينو كورتيكال كارسينوما واحده من التيومرز اللي تنفع تبقى في البيدياتريك ايج وتنفع في الادلت، وان هي من الحجم الكبير وان هي كان شو ميتاستاسيس للاورجنز اللي جنبها بما فيهم الليفر. And this is a child 6 سنين وعنده ما عندها ماس في الليفت سوبرينال جلاند، and this mass was proved ان هي ادرينو كورتيكال كارسينوم. بيقول لك ديت مش ميتاستاسيس ليه؟ عشان ما فيش برايمري مالينجنسي، والميتاستاسيس دايما او مش دايما يعني في موست اوف ذا كيسز بتكون اصغر من كده، الكارسينوما بتكون ضخمه جدا. ليه دي مش فيه كروموسايتوما؟ علشان فيه كروموسايتوما لازم يكون فيه سيمبتومز بتاعت الهايبرتنشن. ليه ده هوت مش رينال سيل كارسينوما؟ علشان مش طالع من الكيدني، علشان مش طالع من الكيدني. عرفت ازاي ان هو مش طالع من الكيدني؟ عشان ذا كلو ساين. طيب لسه كاتب حاله كده من يومين ان ماس في السوبرينال جلاند ومتاسس في الليفر او فوكال ليجنز تانيين في الليفر، ما قدرتش اقول اذا كان كلهم ميتاستاسيس ولا السوبرينال هو البرايمري وعامل ميتاستاسيس في الليفر. ده التقرير بنقول ان في، كتبت كده يعني ان في ادرينال ماس و تو فوكال هيباتيك ليجنز لايكلي مالجنت ايذر برايمري اور سكند، يعني يا اما دولت يكون الادرينال هو البرايمري وعامل ميتاستاسيس في الليفر، يا اما يكون الثلاثه ميتاستاسيس من حته ثانيه. يعني بنكتب كده دايما. اه طبعا نفس الأول. لا في اللانج بيبقى الموضوع اسهل بكتير، سهل جدا في التفريق ما بين الميتاستاسيس وبين البرونكوجين، سهل. And this is by MRI adrenocortical carcinoma ماس كبيرة جدا in the suprarenal gland low signal في T1 heterogeneous في T2 heterogeneous post contrast enhanced. And this is adrenocortical carcinoma in the right suprarenal gland ماس اهي الماس مش كبيرة قوي. ايه اللي خلانا نقول انها كارسينوما؟ ما نقدرش نقول الماسز اللي تدخل في الديفرنشال دايجنوزس الحل بتاعها في البايوس. ففي ماس هنا والعيان ده هو ما عندوش بتاعت فيه كروموسيتوما ولا عنده كوشنج ولا عنده، يبقى اذا ذيس از فور ديفرنشال دايجنوزس وناخد منها بايوس. And this is adrenocortical carcinoma by MRI T1 weighted image T2 weighted image and T1 post contrast. ايه اللي خلاك تقول دي سوبرينال؟ ما هيش رينال، لازم تشوف بقيه المقاطع الثانيه عشان تتاكد انها طالعه from above the kidney and this is the kidney وادي الماس above the kidney يبقى in the suprarenal gland. And this is a mass in the right suprarenal gland proved to be adrenocortical carcinoma. يبقى الكارسينوما in most of the cases is a bulky lesion، لكن مش لازم تكون قد الحمار، ممكن تكون صغيره زيها زي بقيه الحاجات الثانيه. عشان كده انا بقول لك اهو اذا الماس اللي في السوبرارينال جلاند ما هياش ليبيد بور ولا ليبيد ريتش ينفع كل الحاجات اللي في الدنيا. ينفع كل الحاجات دي. وتبقى انت برضو عارف ايه هي الحاجات اللي في الدنيا، صح؟ يعني مثلا ايه؟ انت في الامتحان وبعدين وروا لك حاله قلت لهم ديت مش ليبيد بور ولا ليبيد ريتش، تنفع تبقى اي حاجه. يقول لك اي حاجه زي ايه؟ تيجي انت قاطع النفس على طول. لازم تكون عارف اي حاجه زي ايه، صح ولا ايه؟ يعني اذكر انا في امتحان بره مصر وسالت واحد كده على حاجه في الاوربت. قال لي ديت مش ايه؟ مش كاراتيد كابيلا سيس، لا تنفع تبقى اي حاجه، قلت له اي حاجه زي ايه؟ مفيش اجابه. ده يبقى هو صح، هي ما تنفعش تكون كاروت الكافيتال سيستلا في ديفرنشال للاوربيتال ماسز. المهم
اللي انا عاوزك تبقى عامل حسابه ان في اسئله ورا اسئله، بس عشان ما تجرش على نفسك الايه المشاكل. طيب الميتاستاسيس محتاجه برايمري مالينس علشان تقول ان ديت ادرينال ديبوزيت. طيب افرض ما فيش برايمري مالينسي، هو تنفع تبقى اي حاجه. زي ايه بقى تنفع تبقى اي حاجه؟ في كروموسايتوما بايلاترال، ادرينو كورتيكال كارسينوما بايلاترال، ليمفوما بايلاترال. فبنعمل ايه احنا ساعتها؟ ناخد بايوبس، صح؟ الناس بقى ما بتحبش تاخد بايو، يقول لك نعمل بيت سكان عشان نبص على الجسم كله ونكتشف اذا كان في برايمري نشوفه موجود فين. بس انا شايف ان البايوبسي ارخص واسرع واسهل في الموضوع بتاع الميتاستاسيس. طيب كنا بنعمل كده زمان، ان احنا لما نلاقي بايلاترال ادرينال ماسز نعمل تشيست اكس راي ندور فيه على البرونكوجينيك كارسينوما، وبرده في الناس اللي عندها برين ميتاستاسيس نعمل تشيست اكس راي ندور على البرونكوجينيك. بس دلوقتي ما بيحصلش كده، لان ممكن الميتاستاسيس يكون من حاجه ما تخطرش على البال، الاوفري مش عارف مين، حاجات زي كده. يبقى اذا لو احنا لقينا ماس سوليتري ان سنجل سوبرينال جلاند والعيان مش معروف ان هو عنده برايمري مالينسي، بتدخل في ديفرنشال دايجنوزز بقيه الحاجات التانية. لو كان في نون برايمري مالينسي زي كده لان كانسر، يبقى الماس اللي انت شايفها ديت متاستاسيس، والماس اللي انت شايفها في السي تي ديت متاستاتيك ديبوزيت. ان هوت باي الترا ساوند ذيس از ذا كيدني اند ذيس از ذا ماس اباف ذا كيدني، اللي هي ديت في اللونجيتيودنال والترانسفيرس سيكشن، and this is metastasis provided that there is a known primary malignancy. مثلا هنا المريض عنده lesions in the peritoneum وعنده lesions in the suprarenal gland. طيب اللي في البريتونيوم واللي في السوبرينال ينفع يكون لينفوم، ينفع يكون لينفوم وينفع يكون metastatic، بس لازم اعرف البرايمري مالينسي موجود فين. ده lung cancer وعنده two masses in the suprarenal gland يبقى metastatic. ده هو bronchogenic carcinoma وفي ماس صغيره في الادرينال اليمين وفي ماس اكبر شويه في الادرينال الشمال يبقى metastatic. ده هو lung cancer وفي هنا هو ماس in the suprarenal gland وفي الـ CT الـ IVC باين ما فيهوش حاجه، لكن في الالترا ساوند باين ان الماس دي از انفيدنج ذا اي في سي، وديت واحده من المميزات بتاعت الالترا ساوند لان هو دايناميك، فتقدر تقلب في المريض شمال يمين لحد لما توصل الى هذا الموضوع. ده عيان عنده ميلانوما وعنده تو بيج ماسز ان ذا سوبرينال جلاند يبقى ميتاستاتيك. ده عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما ضخمه جدا جدا، بلورال افيوجن لان كولابس باي لاترال ادرينال ماسز يساوي ميتاستاتيك. نيجي للليمفوما، الليمفوما بتتشخص باي بنون ليمفوما، يعني واحد معروف ان هو عنده هوتشكن وعنده تو ماسز ان ذا سوبرينال جلاند يبقى دولت ادرينال ليمفوما. وده هوت ده الكيدني وده السوبرينال جلاند. الكيدني فيها سيست تقريبا والسوبرينال جلاند فيها ماس ميكسد يعني سوليد وست كليج. الاثنين اتشالوا، السمبل سيست ده هو اتشال والسوليد ماس دي اللي هي فوق الكدني اتشالت، وهما الاثنين طلعوا بي سيل لينفوما. ده عيان عنده تستيكيولار نون هوتشكن لينفوما وعنده تو ماسز ان ذا سوبرينال جلاند يبقى دولت ميتاستاتيك لينفوما، يعني لينفوما من التستس عملت ميتاستاسيس ان ذا سوبرينال جلاند. نيجي بقى للماس اللي هي فيها فات وانت شايفه، يعني هاي بودنس بالسي تي او هاي سيجنال في التي 1 وسبريست في الفات سبريشن، دوت اسمه ادرينال مايلو لايبوم، از ا بناين ليجن ان ذا ادرينال جلاند، ات كونتينز فات صافي، يعني الدنسيتي بتاعته هتكون اقل من ناقص 10، ناقص 20، ناقص 40، ناقص 100، حاجه زي كده. And this myeloliboma is a benign lesion which is usually non-functioning. لأن لقوا نسبة بسيطة من الناس دولت ممكن يكون فيهم function.
then لو انت بصيت في ال ام ار ده تي 1 وال 8 الادرينال جلاند عامله كده بيضه في التي 1 يعني معنى كده ان هي فيها يا اما فات يا اما هيموت صح؟ عملت فات سبريشن فهي كمان بقت سبريس يبقى معنى كده ان هي ايه؟ كونتينز فات يبقى طالما الفات متشاف بالعين المجرده يبقى دوت مايلو لايبوم لكن مش متشاف بالعين المجرده وانت شفته بالاوت اوف فيز يبقى ده هو ليبيد ايه؟ ليبيد ريتش ادرينال and this is مايلو لايبوما containing fat above the pole of the kidney على الناحيه اليمين وده هو الادرينال جلاند الكويسه على الناحيه اليمين وده هي الشمال اللي فيها الفات اللي انت شايفه هنا دوت and this is مايلو لايبوما وده برضو مايلو لايبوما in the right suprarenal gland اللي هي باينه هنا في الستي with contrast. طيب ايه التصرف مع المايلو لايبوما بما ان هي بناين وما بتعملش مشاكل؟ الليجن الصغير والايمجنج فايندنج فيه تخرم العين ما بتعملوش حاجه. الليجن المتلخبط شويه يعني السوليد كومبوننت اكبر من الطبيعي تاخد منه بايوبس عشان تتاكد. الليجن الكبير او اللي نزف تشيله اصلا بالكامل حتى لو كان الفات اللي فيه واضح جدا في الستي او الام ار. طبعا المايلو لايبوما ممكن تكون فاستوك زي دوت كده وممكن تكون كبيره زي اللي انت شفتهم قبل كده. نيجي بقى للسيست اللي موجوده في الادرينال جلاند. عندنا في الادرينال جلاند كورومبا كبيره جدا من السيستات بس من حسن الحظ ان التشخيص واحد بس انك انت تقول سيست ده ادرينال جلاند دوت اللي بتشاف في الاشعه. اما قال لك ايه انواع السيستات اللي في موجوده في الادرينال جلاند وتطلع في النظر وتقول في اندوثيليال سيست وفي سودو سيست وفي ابيثيليال سيست وفي بارازيتيك اللي هو الايه؟ الهايدايتد. يبقى لو لقيت كوره كده مليانه ميه مليانه ميه واضح جدا ان ديت مليانه ميه يبقى ده سيست ان ادرينال جلاند سيبرت اهوت من الكدني. يطلع ايه السيست ده؟ اندوثيليال ابيثيليال سودوسيست غرورو رورو كل الكلام دوت يجوز. طيب and this is a cystic lesion in the suprarenal gland containing water and this is adrenal cyst وده cystic lesion in the adrenal gland containing water يبقى cyst. طيب يطلع ايه السيست ده؟ اندوثيليال ابيثيليال بارازيتك معرفش مين. وبعض الناس بتحط جاستريك دايفرتيكولم في الديفرنشال دايجنوز على اساس ان انت عارف ان الجاستريك دايفرتيكولم بيطلع من الفندس بس لو كان ده دايفرتيكولم لازم يملا بالجاستروجرافين اللي شربوا العين صح ولا ايه؟ يعني and this is كوره مليانه ميه in the suprarenal gland يساوي سيست ودي كوره مليانه ميه بالالترا ساوند وفي اكوستيك انهانسمنت يساوي ادرينال سيست وكوره مليانه ميه in the suprarenal gland بالستي يساوي سيست وده بقى الهايداتد اللي هو سيست كبير وفي سيستات في الايه في الوول بتاعه دايرين داين and this is hydated cyst in the adrenal gland. نيجي بقى للحاجه الاخيره الهيموريج. هيموريج in the adrenal gland ممكن يكون تروماتيك وممكن يكون مش تروماتيك. اشهر حاجه بتخلي الادرينال تنزف الانتيكواجلانت. الانتيكواجلانتس بالذات دلوقتي بتتاخد عشوائي يعني المريض انت بتقول له الحقن ديت ولا مش عارف ايه وكل يوم تعمل تشوف البروثرومين بيقعد اول يومين ثلاثه يشوف وبعدين يزهق بقى من المعمل وكده ويقول لك خلاص هي ماشيه كده كويس فتلاقي مره واحده الاي ان ار بقى في السماء والبروثرومين كونسنتريشن بقى في الارض والعيان بينزل في حتت كتير. كمان السيرجري وديت من اشهر الحاجات اللي تلاقي فيها لو انت لقيت ادرينال ماس طلعت بعد الجراحه تعرف انه نزيف. خلاص كده؟ من غير بقى ما تفكر. مشكله النزيف انه مش زي بتاع البرين. النزيف اللي في البطن زي النزيف اللي في البطن اللي احنا بيبقى شبه الميه. وبالتالي هتلاقي ليشن ان ذا ادرينال جلاند.
لو كان صغير هيخليها تشبه الهايبر بليزيا، لو كان كبير هيخليها تشبه الماس العاديه. فانت هتعرف ازاي ان دوت ادرينال هيموريدج؟ عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه انك تعمل ام ار اي، والهيموريدج في الام ار ابيض في التي 1 وابيض في التي 2. الطريقه الثانيه انك انت تاخد منها بايوبس. لما عندكش حل تاني، السي تي مش مفيد خالص، ولا الالترا ساوند، هتلاقي ماس ان ذا سوبرينيال جلاند مش هتعرف تفرقه من بعض. العيان دوت كان عنده ميزوثيليوما وشالها، وفي هنا ستنت كده ولا سبلنت مكان البلورا اللي اتشال، وبعدين قبل العمليه ما كانش فيه حاجه، بعد العمليه طلع له ليجن في السوبرينيال جلاند، يبقى هيموريدج. خلاص؟ في بعض الاحيان بيكون من حظك انك انت تلاقي جوه الماس بياضه كده طشاش، اللي هو النزيف اللي لسه طازه قوي قوي قوي، فتعرف على طول ان الاثنين دول ادرينال ايه؟ ادرينال هيموريدج. نعم؟ عشان ما كانتش موجوده من الاول. يعني الليجن دوت طلع بعد الجراحه. انه الليجن اللي يطلع في الادرينال جلاند بعد السيرجري يبقى هيموريدج. بعد السيرجري يبقى هيموريدج. بالذات وان هو الدنسيتي بتاعته مش الدنسيتي. لو تطلع متاسس بعدها عادي يجوز طبعا. بس الاوقع ان هو يعني بص ده بعد 8 ايام من ال... لا هو اللي بيحصل في مصر مع الاسف الشديد ان لما يكون في برايمري مالينسي الجراح بيبقى ايده بتاكله عشان يشيل، ويكون بعد الجراحه يجي يعمل الاشعاعات تلاقي متاسس في كل حته. هي دي بس في كل حته في الدنيا مفيش كده. في الاول ان انا اعمل ميتاستاتيك ورك اب، لو مفيش متاسس اعمل الجراحه، لقيت ليجن طلع بعد الجراحه بثمان ايام، يبقى صعب قوي. يعني early in the post operative days بيكون ده stress induced. ودوت الادرينال هيمرج لما يكون كبير، وده بعد التروما. بيقولوا ان التروما بالذات حوادث العربيات وانت بطنك اتفعصت كده، الهيمرج بيجي في الناحيه اليمين اكتر عشان الادرينال جلاند بتتفعص ما بين الليفر والسباين. لكن مفيش مانع ان الهيمرج يجي على الناحيه الشمال طالما في history of trauma. الادرينال انفكشن بيتعرف بوجود الكالسيوم. فلو انت لقيت الادرينال جلاند ما فيهاش ماس اصلا، ادرينال جلاند وفيها بقع كده بين الكالسيوم، بعض الناس بتقول دوت ريليتد للتوبركلوزس، ولكن اي انفكشن ممكن يعمل كالسيفيكيشن عند ادرينال جلاند. وممكن تلاقي الادرينال جلاند ده طبعا سي تي وزاوت اسف ويز كونتراست، ان سي هنا اهوت الادرينال جلاندز هما الاثنين فيهم صبغه اسف فيهم كالسيوم، والكبني في السكانوجرام باين ان هي الكبنتين هم كالسيفون. اند ذس الحقيقه رير مانيفستيشن في الديزيز دوت اسمه فاميليال ميديترينيان فيفر، ومعندنا منه حاله في الارشيف بتاع القصر العيني. لكن if you عملت سي تي او عملت اكس راي حتى، you can see the calcium in the supranial gland. And you know that this calcium is related to infection. في بعض الأحيان لو الأدرينال نزفت وبعدين النزيف خف، ممكن يسيب مكانه نقطتين كالسيوم. بس أنت هتعرف المعلومة ديت من الإيه؟ من الهيستوري القديم. Then sometimes you can see adrenal calcification incidental finding. يعني واحد ما بيشتكيش من جنس حاجة خالص ولا اشتكى قبل كده، بيعمل أي في بي لأي سبب، لقيت عنده كالسيوم in the supranial الشمال واليمين، and this is considered incidental finding. And also هنا هتلاقي كالسيوم in the supranial gland اليمين، وكالسيوم برضو in the supranial gland الشمال. خلاصة القضية، لقيت في ماس in the supranial gland، والماس ده هي هتقيس الدنسيتي بتاعتها في المزود. إذا لقيت الدنسيتي أقل من 20 هاونس فيد يونت، يبقى معنى كده إن دوت فات، يبقى التشخيص مايلو لايبوم. اذا لقيت الدنسيتي من ناقص 10 زائد 10، يبقى ده هو في احتمال ان هو يكون ايه؟ ليبيد ريتش ادينوم. تحقن صبغه، وبعد لما تحقن صبغه تقيس الدنسيتي، وبعدين تستنى 10 دقائق وبعدين تقيس الدنسيتي وتشوف هتتصرف ازاي. طيب افرض حقنت صبغه ما فيش انهانسمنت، يبقى سيست.
خلاص كده يبقى ايه؟ يبقى سيستم. طيب حصل انهانسمنت، تبتدي بقى تشوف بعد المحنت الصبغه كان الدنسيتي كام، وبعد 10 دقائق الدنسيتي كام، وتشخص ليبيد ريتش ادينوم. طيب لقيت ماس في السوبرينال جلاند، است الدنسيتي طلعت اكتر من 10، اكتر من 10، يبقى في احتمال من اثنين. ايه هو الاحتمالين؟ يا اما ليبيد بور، يا اما اي حاجه ثانيه، صح كده؟ تحقن صبغه. اذا حقنت صبغه ولقيت الووش اوت بعد 10 دقائق اكتر من 60%، يبقى ده هو ايه؟ ليبيد بور ادينوم. طيب لقيت مفيش ووش اوت، يبقى الليجن ده تبع المجموعه الباقي اللي هم في كروموسايتوما ميتاستاسيس ليمفوما معرفش مين مين مين. طيب لو انت قست الدنسيتي ولقيتها اكتر من 10 وحقنت صبغه ومفيش رابد ووش اوت وفي نون برايمري، يبقى ميتاستاسيس. مفيش نون برايمري، تطلع على مين؟ على البيوز بس.